ينضم إلينا السيد عبد الباسط هارون، عضو مؤسس في وكالة المخابرات الليبية. أهلا وسهلا بك سيد عبد الباسط. أهلا وسهلا، السلام عليكم أخي عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح. تفضل أنت على الهواء سيد. أي قل يا أستاذ عبد الحميد، لك ولبلدينك. أول شيء خلنا نتكلم بصراحة وبدون غضبية وبدون تغليظ الرأي العام. نعم سيدي، عندما نقول بأن حزب العدالة والبناء ليس إخوان مسلمين، هذا تغليظ الرأي العام. حزب العدالة والبناء هو الجناح السياسي لحزب الإخوان المسلمين، سواء ضيفتك تعلم بهذا أو لا تعلم. إذا كان هذا الحقيقة لا تعرفه فقد عرفته في هذه الساعة، وتستطيع أن تقدم استقالتك الآن وتقول أنا لا أنتمي لإخوان المسلمين. حزب العدالة والبناء حتى الأطفال في ليبيا يعرفوا بأنه هو الجناح السياسي لحزب الإخوان المسلمين، وكذلك في مصر وكذلك في كل مكان. حزب العدالة والبناء هو الجناح السياسي لإخوان المسلمين، لا نريد تضليل للرأي العام. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني والمهم بالنسبة إلي، إن يا سيدي ما يحدث الآن في بنغازي والدعوة الذي يحاول هؤلاء الناس أن يعودوا بها من جديد هو محاولة لعودة بالميليشيات من جديد إلى المنطقة الشرقية، لأن المنطقة الشرقية رفضت الميليشيات وطردتهم. هذا طابع الاتهام الآن في التفجيرات المتواجدة في ليبيا توجه لكل من يريد بالعودة لهذه الميليشيات للساعة في المنطقة الشرقية، لأن الشعب في المنطقة الشرقية قد قضى عليها، ليس كما يعرف في طرابلس وليس متمكنين من حق الدولة في طرابلس. في المنطقة الشرقية لا تستطيع الميليشيات أن تخرج بسلاحها كي تفرض على المؤتمر الوطني ولا على حكومة الدولة أن تتخذ القرارات التي يصدرها المواطن الليبي. فلذلك أصابع الاتهام توجه لمن يريد بالعودة بهذه الميليشيات للساحة بهذه التفجيرات. إما أن يقولوا أجلال، سبحان الله كيف يقول الأجلال أن يقتلوا هؤلاء الناس الأجلال؟ خلينا نتكلم بصراحة، لو قلنا هؤلاء الأجلال هم من ينفذوا في هذه الأوامر، لماذا لم يقتلوا قادة الميليشيات؟ لماذا لم يقتلوا قادة الثوار؟ لماذا لم يقتلوا الناس المعروفين الذين كانوا حقيقة وقفوا في دور 17 فبراير؟ لماذا؟ هل يعقل ان القتل والتقتيل فقط لهؤلاء الابرياء؟ هناك اصابع اتهام توجه حقيقه لمن يطلب بعوده هذه الميليشيات للساحه. اذا كان هناك ثوار حقيقيون وهناك ابناء لمدينه بنغازي حقيقيون، عليهم ان يؤمنوا مناطقهم او مساكنهم او ان يجتاحقوا بالصاعقه في معسكرات الصاعقه كي يؤمنوا بنغازي. اما الذي نراه الان هو مشروع لعوده هذه الميليشيات، كي غدا يقول الميليشيات هي من امنت بنغازي وامنت المنطقه الشرقيه، كي يؤسس حرس الوطني ويؤسس الاشياء التي يشتغل عليها سواء كان حزب الاخوان المسلمين او الميليشيات التي تتمكن الان من اهل مصراته. عندما اقول الميليشيات لا اقصد مصراته كشعب، اهل مصراته لا تفاضل ناس حب ليبيا، انا اتكلم عن الميليشيات المتمثله في عبد الرحمن السويري والفرسية والعصابه التي معهم، لا اتكلم على الشعب واهل مصراته. اهل مصراته شرفاء، اهل مصراته الان هم اسرى لهذه الميليشيات، انا اتكلم على هؤلاء. اما حزب الاخوان المسلمين وحركه الاخوان المسلمين السياسيه هي التي الان يا سيدي قد تمكنت من مقاتل الدوله. اذا كان الذي يوجد في ديوان المحاسبه من الاخوان، والذي وزير النفط من الاخوان، ونائب وكيل المخابرات من الاخوان، من سيحاسبهم اذا؟ هم ملة واحدة وعصابة واحدة وحزب واحد، من الذي سيحاسبهم؟ طيب انت سيد عبد الباسط، سيد عبد الباسط، يعني انت تتحدث عن التيار الاخواني وكانه به عيب ما مثلا، وكثير من كلامك يعني يشير الى ذلك. سؤال ربما يطرح نفسه، ها سؤال يطرح نفسه سيد عبد الباسط. دقيقة. ما يعيب ذلك حتى ولو انه من التيار الاخواني؟ هل نحن نقوم بثورة سيد عبد الحميد؟ هل نحن نقوم بثورة لطرد حزب الاخوان المسلمين ثم ناتي بحزب اللجان الثورية ثم ناتي بحزب الاخوان المسلمين؟ هل نحن نقوم بثورة لطرد الجحوش وطرد عصابة القذافي ثم نجيب ميليشيات مصراتة؟ إذا ما بما نقوم لسه، خلينا الحزب اللجان الثورية وخلينا معمر وانتهت القضية. نحن نعود من جديد للمربع الأول ما قبل الثورة. نحن نريد الجميع أن يجلس على طاولة مستديرة، أن يكون الجميع شركاء في الوطن، شركاء في الدولة، شركاء في السياسة. لا نرضى بالإقصاء. إذا كان الجيش تحت سلطته والسلطة تحت سلطته وديوان المحاسبة تحت سلطته ووزارة النفط تحت سلطته، إذا ماذا بقى للشعب الليبي؟ هم سيكون حزب رجال ثورية جديد؟ إذا ستكون الجحوش
خلنا نتكلم بالحقيقه، لا تقول هذه السيده بان حزب العداله والبناء لا ينتمي لاخوان المسلمين، لان هي صادقه في قولها، هي لا تنتمي لحزب الاخوان المسلمين، احترم رايها، لكن ابطال ليبيا، اعداء ليبيا، تعرف ان العداله والبناء تبع الاخوان المسلمين، لماذا محاوله خلط الاوراق يا ساده؟ لماذا محاوله التفضيل للراي العام؟ اما التفضيل للراي العام فليتقي الناس الانسان في الوطن وفي ليبيا. طيب ابقى سيد عبد الباسط، سيد عبد الباسط اسمح لي، ابقى معي ابقى معي، تعليقك على ما تحدث به سيد عبد الباسط سيدة أمينة. انا على ما اظن ان طبعا السلام عليكم يا سيد عبد الباسط واحييك على هذا الانفعال القوي جدا. ولكن انا فعلا لست في حزب الاخوان المسلمين، انا لست من الاخوان المسلمين، ولكن في حزب العداله والبناء فعلا، وفعلا في حزب العداله والبناء فيه اخوان وفيه مستقلين ليس علاقه لهم بالاخوان، ولكن لا اظن يا سيد عبد الباسط لديك خلط اوراق كبير جدا، لا فرق، في فرق كبير جدا بين الكحوص واللجان الثوريه والاخوان المسلمين الذين قمعوا في سجون القذافي تعذيبا والما واكراها وغصبا وقهرا، وراوا من العذاب ما راوا من الويلات، لا اظن هناك خلط اوراق كبير جدا، فرق كبير جدا كفرق الثرى والثريه بين الاخوان المسلمين وبين الكحوص واللجنه الثوريه، لا اظن هذا خلط، ارجو انك تصحى يعني، وانا اخاف الله قبل ان اخاف الشعب فيما انقل من كلام، فاخوان المسلمين هم مواطنين ليبيين تعرضوا قمع من القذافي، قبعوا في سجون المسلمين، منهم من تعرض للقتل والاغتيال داخل السجن في حمام الدم، نهر الدم الذي حدث في 96، ولكن في من نجا والحمد لله بسلامة الله وتصدر المشهد، ما اللي يمنع من ذلك؟ ألم يقمع هذا؟ لو شهداء مسلمين الآن موجودين أحياء، ألا تمكنهم الآن من تصدر المشهد السياسي؟ الآن؟ أهم لا يسلبهم بالليبيين، قمعوا برغم أن لديهم توجه معين، لماذا يعني؟ هذا هو من تحزب، هذه فكره من تحزب اخر، هذه فكره القذافي من تحزب اخر، اليست فكره الاعلام وانشاء الاحزاب حريه مطلقه لكل من يحزب؟ دقيقه سيده امينه، تفضل سيد عبد الباسط. سيده امينه لا تجعلينا يا سيده امينه نجاهد على الشعب الليبي بان كنا سجناء، انا عبد الباسط هارون واطي قتله القذافي، شقيقي قتله القذافي في عمليه اغتيال في مصر، أنا كنت مهاجر ومطارد من قبل الأمن الخارجي، شقيقي 3 سنوات في السجن، شقيقي علي قتل في مدفع المسلمين، هذا لا يسمح لي بأن أركب ظهور الشعب الليبي، لا يسمح لي بأن أكون رأس على الشعب الليبي، لا يسمح لي بأن أعذب أبناء وأقتل أبناء الشعب الليبي، هذا لا يعطي لي الحق والصلاحية، ما قدموا على أبناء وأقدموا من أجل ليبيا، لا من أجل سيد عبد الباسط، سيد عبد الباسط نقطة نظام سريعة، سيد عبد الباسط قالت لك دقيقة يا دقيقة، أعطينا كلمة حتى نفاصل ونوازن الحوار، قالت لك وهل الإخوان يقومون بذلك؟ الإخوان المسلمين يا سيدي خلينا نتكلم بأمر الإخوان المسلمين، القضية التي بيننا وبينهم نعم هم إقصائيون يريدوا أن يتمكنوا من مفاصل الدولة حتى تكون دولة دكتاتورية. كيف؟ وضح لنا ذلك. إذا ننتظر يا سيدة خليني أوضح لك، إذا متودة الدستور كتبت في أيدي إخوانية، خليني أوضح لك يا سيدة أمينة، أنا أوضح لك الدستور الآن. إذا متودة الإخوان المسلمين كتبت في يدي، إذا متودة الدستور كتبت في يدي إخوان المسلمين. إذا رئيس مصرف ليبيا المركزي إخوان المسلمين أو يدور في فلك الإخوان المسلمين، لا تجعلي بها هذه أنت، ولكن أقول لك بصراحة إذا كان الآن وزير النفط في فلك الإخوان المسلمين، وزير الكهرباء إخوان المسلمين، وزير نائب رئيس الوزراء إخوان المسلمين، نائب وكالة المخابرات إخوان المسلمين، إذا ماذا تنتظري؟ أنت ما أنت حقيقة، سامعيني هذا القول يا أخت أمينة ولا يا المرأة طيبة وألف من أنت حقيقة، ولنسمع موقف طيب في طرابلس وكانت ذات وجهة عظيمة في يوم من الأيام أشهد لك بها، لكن لأنك أنت بنفسك مغرور بي في هذه القضية سيدتي. رأوا الحقيقة التي نريد أن نقولها إن الإخوان المسلمين وهذه قضيتنا مع الإخوان المسلمين إقصائيون لا يريدوا أن يجعلوا لهم شريك في هذه الدولة، وكل ما تكلمنا معهم ماذا يقول لنا؟ نحن ذبحنا أيام القذافي، نحن سجننا أيام القذافي، نحن عذبنا أيام القذافي، لا يا سادة أنتم من صالحتم القذافي، أنتم أصحاب مشروع ليبيا الغد، أنتم من كنتم تحاولوا أن تمكنوا لسيف ولتوريد سيف، لا تنسوا هذا، أنتم من وقعتم على يوم خروجكم من السجون وفتحتم القذافي، هذه الإخوان المسلمين لا تعرفي بهذا، تريد أن نصف لك التاريخ،
انا غير متحرج. خذ الابن من اخ عبد الحميد الان النفذ يفي تاريخ الاخوان المسلمين لعلك اليوم ستقدم استقالتك على سيدتي. طيب تعليقك سيدة أمينة. هم بصعيون، فما سبب وجود المستقل؟ عفوا، إذا كان هم بصعيون فما سبب وجودنا نحن في المؤتمر الوطني العام ولسنا بإخوان المسلمين؟ ألا يجدر بالإخوان المسلمين أنه لا يرشح أحدا للمؤتمر الوطني العام من كتلة العدالة والبناء إلا من هم إخواني؟ سيدتي نعم ألو يا سيدتي نعم. الذي يحدث الآن مفهوم. أنا ذكرت في لقاءات سابقة ولا زلت أعود وأذكر هذه اللقاءات. هناك زواج المتعة والمقصود به زواج مصالح ما بين الإخوان المسلمين وقادة ميليشيات مصراتة وليس شعب وأهل مصراتة. أعود وأكرر هذه الكلمة حتى لا نقطع حتى الماء العكر. زيد عبد الباسط، سيد عبد الباسط دقيقة، أعطني معك كلمة. أنت الآن تتحدث وسيدة أمينة تعبر من 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 وجهها الكريم عن مستغربة جدا يعني وما تقوله غريب، وتريدك أن تثبت ذلك وتعزز قولك بالدلائل. سيدي أنا أقول لك شيء أخي عبد الحميد. تفضل أخي عبد الحميد، أنا أقول لك شيء واضح جميل. الآن ما يحصل بالدلائل، خلنا نتكلم بصراحة، نتكلم على مفاصل الدولة والأشياء المهمة جدا في الدولة. جيد ولا لا؟ نائب رئيس الوزراء أليس بإخوان المسلمين عوض البراسي؟ قولي لا. إذا قلت لا سأقفل السماعة وأعتذر من استقبلني. عوض البراسي إخوان المسلمين. وزير الكهرباء إخوان المسلمين. تفضلي سيدة أمينة، تفضلي. لديها رد في هذه النقاط، تفضلي. يا سيدي بالنسبة ل 2 مليار حتى لا تحدث مخالطة وغلط كبير للشعب الليبي. نعم نود أن نبارك فيها. توجه سيد الحكومة لمحافظ مصر في المركزي بطلب نقل بناء على توقيع من السيد محمد المقرف انذاك عندما كان رئيس المؤتمر الوطني العام باعطاء مصر او منح مصر 2 مليار دولار او دينار او الله لا اعلم. فتقدم السيد محافظ مصر في البيئه المركزيه بمرسالات مقدمه مثبته الينا في لجنه ماليه، وانا عندنا ما زالت في مكتب اللجنه ونقدمها للراي العام ان شاء الله، ان رد عليهم بان ميزانيه الدوله لا تسمح بذلك. فخاطبه رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقرف مع علي زيدان بضروره اعطاء هذه المنحه، فهو عبد مأمور للتحويل وقام بتحويل هذا المبلغ. لكن لم يخرج سيد أمينة سيد علي زيدان ونبى بأن تكون هناك منحة تعطى لمصر ب 2 مليار، كان هذا التصريح موجود من رئيس الوزراء ويقول لك الدكتور جمعة. ليس بحوار جيد رئيس المؤتمر يا سيد باسط. دقيقة أعطني حوارا مع يعني احترامك يعني لا يمكن أن يتحدث فيه أحد، فهو مقول لك سيدة أمينة دقيقة. يعني الفكرة هو وجه سيد عبد الباسط مجموعة من الاتهامات للإخوان المسلمين. ألا يوجد شيء في المؤتمر عندما يتحدث عضو مؤتمر وطني شيء اسمه نقطة نظام للتوضيح؟ أنا أطلبها منك نقطة نظام لتوضيح بعض المعلومات أو لإضافتك بمعلومات هامة. خرج السيد علي زيدان آنذاك كما تحدثت وقال بأن ليس لدي علم من هذه الوديعة أو هذه المنحة التي تقدر ب 2 مليار. خرج وموجود هذا التصريح. نحن لجنة المالية نعم نحن لجنة المالية وعلى رأسنا السيد عبد السلام الدكتور عبد السلام نصية، قدم لنا السيد علي صديق الكبير المخاطبة الذي أتته من الحكومة ومن المؤتمر الوطني العام، ورد هو عليها برسالة لاحقة، وتم مخاطبة السيد في التالي السيد الصديق الكبير بخطاب رسمي من رئيس الحكومة ومن المؤتمر الوطني رئيس المؤتمر الوطني العام آنذاك محمد القريف بضرورة عرضه، فلذلك هو بريء الذمة أمامنا. السيد العصام النصية وأعضاء لجنة المالية بما فيهم طبعا كل ولا السنوسي إبراهيم الغرياني سعاد البدري أحلام علوة
الدكتور عوض عبد الصادق غيره. المهم كانوا اعضاء اللجنه بالكامل حاضرين وشاهدوا باعينهم مستند المقدم من الحكومه ومردود عليه من محافظ مصر في المركزي، والراجل اجراءاته سليمه وفي السليم ويقدم الشهر الاجنبي ان كان هو مسائل زي المواطن. كان سيد عبد الباسط نظرا لضيق الوقت، يا سيد عبد الباسط اضافتك الاخيره سيد عبد الباسط نظرا لضيق الوقت تفضل، وبعدها ساختم معك المداخله. اولا سيدتي، عليك ان تعرفي ان الجميع يحترمك ومعاذ الله ان انسان يتطاول علي انسان فاضل، هذه اطمئني عليها. طيب. ولكن هذا اثبات للراي العام، الراي العام الان يسمع. سيدتي عندما تقولي بان رئيس الحكومه ليس له علم، اذا على رئيس الحكومه ان يقدم استقالته فورا، لان رجل كذب على الشعب الليبي. خرج علينا علي زيدان وقال انا لا ادري بموضوع 2 مليار. هل انت اصدقك ولا اصدق علي زيدان؟ ملك كذاب، خلينا نتكلم بصراحه. نعم نتكلم على بينما علي زيدان رئيس وزراء ليبيا خرج للشعب الليبي. وصلت الفكره سيد عبد الباسط هارون، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك سيد عبد الباسط.